السلام عليكم، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله. يعافيك وعلي. في أسئلة أو استفسارات على المحاضرات الماضية؟ إيش؟ صوتك إيش واضح؟ يسأل عن الجينتكس تبع الـ MHC بلس 2. تفضل. نحن نقول بالـ MHC بلس 2 مفتوون من 2000 و2 بيتا. أنا مش عارف، أنا صوت عندي مش واضح، مش عارف عندي المشكلة ولا عندكم. ما فهمتش، بتحكي على MHC بلس 2 ألفا وبيتا، إيش المشكلة؟ إيش السؤال؟ كان يتكون الـ MHC بلس 2 من 4 دومين، 2 ألفا و2 بيتا. لا مش واضح الصوت عندي، يعني أنا سامع بس الحكي مش فاهم، يعني في صوت بس الحكي مش مفهوم. مثلا اللي بحكي هالساعة أشوف قول الـ MHC بلس 2 صح، كان مكون من 4 دومين 2 ألفا و2 بيتا. طيب كيف الجينات بتكون الأربع دومين؟ يعني في واحد بيمثل أكثر من دومين ولا إيش؟ ما خدت شيء. لا كل جين بعطيني تو تشين، يعني أنا مثلا دي آر ألفا ودي آر بيتا، الألفا والبيتا هذول مكونات من تو دومين، يعني كل جين مسؤول إنه يعطيني الـ MHC كلاس 2 كومبل الكامل. فكل جين مثلا دي آر بعطيني واحدة ألفا وواحدة بيتا، واحدة ألفا المقصود فيها تشين كاملة، يعني سواء كانت ألفا 1 مع ألفا 2 وبيتا 1 مع بيتا 2 مع بيتا 1 مع بيتا 2. فهو كل جين بعطيني MHC كلاس كومبلكس كامل، يعني بعطيني كامل الموليكولز. يعني هسه الدي ار لحاله بعطينا MHC كلاس 2 كامل، والدي كيو والكل والدي بي كل واحد بعطيني كامل. هسه في إشي أنا ما حكيتش عنه، هو بعرفش إذا هو ناسي إذا ما تذكروا الكتاب عندكم ولا لا. في إشي اسمه كلاسيكال و MHC كلاس 1، وفي إشي نسميه نان كلاسيكال. هم المعروفين الجينات دي آر ودي بي ودي كيو، هذول المعروفات. هسه في إشي اسمه كمان، يعني في كم من جين اكتشفوهم عن ناس ثانيات، يعني لهم أطلقوا عليهم اسم ثاني، يعني هي موجودة على بعض الخلايا بس من الجسم بتمثل MHC كلاس 1 بس اسمها نان كلاسيكال، يعني مش كثير هي مشهورة، فأنا ما شرحتهاش عشان ما تخربطوش. بس كل جين من هذول الثلاث بعطيني MHC كلاس موليكل واحد، فأنا عشان هيك عندي ثلاثة على السيرفس. بس هم لما أنا فرجيت كل جين تاعه حكيت لكم إنه كل جين بعطيني الألفا والبيتا، فهذول الألفا والبيتا هم بيكونوا MHC كلاس 2. في أسئلة ثانية؟ طيب إذا فيش أسئلة إحنا لسه منكمل عن البي لمفوسايت والتي لمفوسايت. اليوم عنا إشي مسميه لمفوسايت أكتيفيشن، يعني إحنا بعد ما يصير عنا لمفوسايت، تعرفنا إنه مثلا بي لمفوسايت عليها إشي مسميه بي سيل ريسبتر أو ميونوغلوبين على السيرفس، برتبط بالانتيجين، بعدين بيصير اكتيفيشن للبي لمفوسايت. والتي لمفوسايت نفس الشيء حكينا، التي لمفوسايت بيرتبط بالانتيجين اذا كان محمول على MHC كلاس 1 او 2 بيصير له اكتيفيشن حسب نوع الخليه. فبعد ما يصير في عندنا اكتيفيشن، او كيف بيصير الاكتيفيشن، يعني خلاص هو بس يرتبط، بيصير في عندنا مباشره اكتيفيشن؟ لا، هو عندنا اول شيء بيرتبط الاستيمولوس او اللي هو النوع الاكستراسيلولار ايفنت بسموه الانتيجين، ويرتبط بالريسبتر، بعدين بصير عندنا سيجنال، بعدين السيجنال بصير لها ترانديوس، وبعدين بصير لها امبليفيكيشن وترانزميت حتى يعطينا في النهايه ريسبونس. يعني انا اللي بصير عندي كله على السيل سيرفيس فوق اللي هو ارتباط الانتيجين بالريسبتر سواء كان تي او بي لمفوسايت، فبصير عندنا لازم توصل هاي، يعني انا شو استفدت ارتبط؟ طب بعدين لازم يصير البي او تي لمفوسايت لها اكتيفيشن، يعني انا البي لمفوسايت لازم نرسلها بروفريشن، وبعدين تصير عندنا تنتج كميه من الاميونوجلوبين.
والتيلومفوسايت لازم يصير لها، إذا كانت CD4 لازم يصير لها activation وسيتفرسات كان بكميات كبيرة، والبروفريشن طبعاً، ونفس الشيء بالسايتوتوكسيك يعني لازم كل واحدة يصير لها activation. فحتى طب مين اللي بيشغل هاي البروسيس؟ أنا هو DNA اللي موجود في النيوكلياس، فالموجود عندي على السيرفس، أي شيء على السيرفس بيصير لازم يترجم بحيث يصل عندي للنيوكلياس ويصير في activation لجينات محددة أو deactivation لجينات ثانية. فهي لازم الريسبونس يعني يصير من خلال انه يصير في عندنا سير ريسبونس، يصير عندنا جين ترانسكريبشن، سيل ديفيجن، كلونال اكسباكشن، كل هذا بيصير عن طريق اللي هو دي ان اي. فهي بتصير عندنا انتيجين ريكوجنيشن اول شيء، هي البروسيس بتصير بهاي الطريقه انه الانتيجين بيصير له بايندينج سواء كان عندي تي سيل ريسبتر او سواء كان تي او بي سيلز او كور ريسبترز اللي موجودات على السيرفس راح نحكي عنهم اليوم. بعدها بصير عندنا سيجنال ترانزاكشن عن طريق الاي تي امز اللي هي الاكتيفيشن امينو، هسه راح نحكي عنها بالتفصيل هي اختصار لايش، في عندنا تايروسين كاينيزز هي اللي بصير البروسيس انه انا بصير عندي بعض البروتينات بتسوي فوسفوريليشن داخل السيتوبلازم، واحد يعمل فوسفوريليشن للثاني حتى ايش يصير في عندنا يوصلوا للترانسكريبشن فاكتور يعني امبليفيكيشن من خلال استخدام شو اسمه بروتينز كاينيزي الكالسيونيورين والمب كاينيزز مثلا. بعدين بصير عندنا بوصل الترانسكريبشن فاكتور، الترانسكريبشن فاكتور هي بتكون محجوزه في السيتوبلازم ولما يصير لها اكتيفيشن بتتحرر وبتدخل لداخل النيوكليوس وبتمسك في الجين. فهي اصلا بتكون خارج النيوكليوس، هي بتكون في السيتوبلازم لما يصير لها اكتيفيشن. هاي اللي هي الترانسكريبشن فاكتور اللي بتعمل ترانسكريبشن لجينات محدده تدخل لداخل النيوكليوس وتبلش عمليه الترانسكريبشن، وبالنهايه بيطلع عنا اللي هو زي ما حكينا السيلولار ريسبونس، الريسبونس اللي هو بروليفريشن اميونوجلوبولين سيكريشن سايتوكاين سيكريشن، هاي كلياتها اميون ريسبونس. فالستراكشر اوف ذا بي سيل، البي سيل صرنا نعرف ان البي سيل ريسبتر، ايش هو البي سيل ريسبتر؟ اللي هو اميونوجلوبولين او الاي جي اي، عفوا الاي جي ام بكون عندي على السيرفس. في عندنا كمان شيء بنسميها مالتي مولكيولر كومبلكس، انا في عندي بعض اللي هو الاكسسوري مولكيولز اللي موجوده حول اللي هو الاميونوجلوبولين اللي على السيرفس اللي هو ممبرين باوندد اي جي جي بيسموه، حتى تنقل اللي هي السيجنال لداخل السيتوبلازم. تذكروا لما حكينا انه الاميونوجلوبولين له شورت سيتوبلازميك تيل، يعني هو صحيح بيصير له كروس للممبرين لكن السيتوبلازميك تيل تاعه هو قصير ما بقدر يوصل لكل السيتوبلازم. فبالنسبه للي هو البي سيل ريسبتر، في عندي اللي هو ريسبترز معاه يعني ثانيه حتى تساعد او تنقل عمليه اللي هو سيجنال ترانزاكشن لداخل اللي هو الخليه، زي مثلا سي دي 3 اللي حكينا المره الماضيه عنه بالتي لمفوسايت. هسه هذول في عندي تو تشين اسمهم اي جي الفا واي جي بيتا، اي جي الفا واي جي بيتا مرتبطات تو تشين، مرتبطات بدايسلفايد بوند ومرتبطات هون برضو في روابط بينهم بين اللي هو الاميونوجلوبولين ميمبرين باوندد اميونوجلوبولين احنا بنسميها، هاي بنسميها اكسسوري مولكيولز، هي مهمه في اللي هو سيجنال ترانزاكشن. وهذا اللي عليها بختلف، لو بتلاحظوا انا عندي هذا اللي باللون اللي هو باللون الموف، هي عباره عن اللي هي اسمها اميونو، بس أعطيكم اختصارها الصحيح لأن أنا اختصارها بالضبط بدل مرة أخربط فيه، أنا كاتبها في واحدة من السلايدات immuno activation immuno receptor tyrosine immuno receptor tyrosine activation motif activation motif. فهذول هم من هون بتبلش عملية السيجنال اللي هو transaction في داخل الخلية. من هون لما يصير يرتبط أول خطوة لازم يرتبط عندي الأنتيجين، بعدين اللي هو زي ما حكيت وهذول ميمبرين باوندد اي جي ام اور ميمبرين باوندد اي جي دي، هذول اللي هم البي سيل ريسبتر. فبصير عندي ايش ارتباط للأنتيجين هون، وبعدين بصير هذول مقاربات منه بصير لهم خلينا نحكي كلاستر اون ذا سيرفس، هم بكونوا مش قريبين جدا للانتي بودي، لما يرتبط الأنتيجين بيقربوا من بعضهم البعض وبصيروا يعملوا اكتيفيشن، بصيروا ينقلوا السيجنال لداخل الخليه. فزي ما حكيت لكم هاي شورت سايتوبلازميك تيلز ما بتقدر تنقل اللي هو السيجنال لداخل الخليه.
لداخل السيتوبلازم، فعشان هيك عندنا تو انفاريانت بروتين اللي هي اي جي الفا والاي جي بيتا، هم اسوسييتد وذ ممبرين اي جي جي از دايسلفايد لينك هيتيرودايمر كومبلكس، هذول كلهم نسميهم كومبلكس مع بعضهم البعض عشان ينقلوا اللي هو السيجنال لداخل الخليه. التي لمفوسايت هو نفس الشيء، في عندي اللي هو الاكسسوري مركز اللي حكينا عنهم، حتى يصير في نقل السيجنال اول شيء تي سي ريسبتور هو بيكون يا الفا بيتا يا جاما دلتا، اللي حكينا عنه جاما دلتا اللي هو عدد قليل لكن موستي هو الفا بيتا. هذا شكلهم، في عندنا الفا تشين وبيتا تشين، تذكروا بالتي سي ريسبتور. في عندنا بايند سوبيبتايد اللي بيكون بريزنتد مع الام اس سي كلاس حسب نوع الخليه، اول يا تو حسب شو بتعمل برزنتيشن. في عندنا اللي هو الكومبلكس اللي حكيت عنه، وفي عندنا شيء مسميه سي دي 3. السي دي 3 هو عباره عن فور تشين اللي هي جاما ابسيلون ودلتا ابسيلون، هذا اللي شايفينهم هون، هذا بنسميه سي دي 3. في كمان عندي تو تشين فيهم اكثر موتيف اسمهم زيتا 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 دايمر، هذول مع التيس ريسبتر كله هذا بنسميه تيسل سي دي 3 كومبلكس، كلهم سوا اللي هو CD3. ال CD3 is made for chain one each for عنا اللي هي جاما دلتا، والثاني اللي هم تو إبسيلون، بس اللي بيكون هيك شكلهم جاما إبسيلون واحدة جاما واحدة إبسيلون والثاني دلتا إبسيلون. وفي عنا تو زيتا chain NTCR complex، هذا كله مسميه T-cell receptor complex. هم وظيفتهم زي ما حكينا اللي عندهم اللي هو immune receptor tyrosine base activation motif immune receptor tyrosine. ليش tyrosine؟ لأنه في الأمينو أسيد tyrosine اللي بيسمى عنده activation، برتبط في tyrosine kinase enzyme وبتبلش من هون عملية signaling. immune receptor tyrosine base activation motif هذا في مثلاً في أكثر من منطقة، وهذول كل واحد فيهم منطقة، هذول كلياتهم لازم يصير لهم مع بعض ينقلوا السيجنال داخل الخلية مع بعضهم البعض عشان يصلها amplification أكثر. برضو كمان غير اللي هم الموتيف اللي هم الاكسسوري موليكولز اللي شفناهم، عندنا في شيء بنسميه كور ريسبتر، هذول بيحكوا لهم اكسسوري موليكولز، هذول اكسسوري اللي هم السي دي 3 كومبلكس مع زيتا زيتا تشين. وفي عندنا هذول بالنسبه للبي سيلز اللي هم الاي جي الفا والاي جي بيتا، احنا بنحكي لهم اكسسوري موليكولز. هسه في عندنا شيء بنسميه كور ريسبتر، كور ريسبتر وكور ريسبتر كومبلكس هذول كلياتهم كمان مهمين حتى يصير في كلاسترنج للريسبتر من فوق. في بالنسبه للخليه اللي هو للبي لمفوسايت، في عندي الامينو جلوبيلين اللي هو ممبرين باوندد امينو جلوبيلين زي ما انتم شايفين، في عندي الانتيجين، هذول اللي هم اللي بيصير فيهم فوسفوريليشن اي جي الفا واي جي بيتا اللي ببلش من عندهم نقل السيجنال للداخل. في عندي برضه كمان كور ريسبتر شيء بنسميها اللي هي سي دي 21 أو complement receptor 2 اسمه، و CD اللي هو 81 و CD 19، هذول كلهم core receptors بالنسبة للبي لمفوسايت. غير إنه الأنتيجي لازم يكون هون مطابق ويرتبط، في عندي كمان اللي هو مسميها multimeric أنتيجين إنه يرتبط في core receptor برضو، يعني يصير له cross link بين الأميروغلوبيلين وبين اللي هي core receptor هاي الموجودة على السيرف. فهي هون بس يصير في عندي كورسبتر يصير عندنا كلسترنج للريسبتر مع بعضه بالبعض، وبتدخل اللي هو لداخل اللي هو الخليه بلش تنتقل اللي هي السيجنال لداخل اللي هو سايتوبلازم. طبعا اي واحد ناقص من هون او اي واحد في مشكله هون بياثر على السيجنال، ممكن يصير ان اكتيفيشن للتي او للبي لمفوسايت. هاي هون عندنا بي لمفوسايت، التي لمفوسايت برضه غير اللي هم الاكسسوري مولكيولز اللي حكيت عنهم اللي هم زيتا زيتا تشين والسي دي 3، هذول كور اكسسوري موليكولز. في عندي برضو شيء اللي هو الكور ريسبتر، حتى تصير عندي كور ريسبتر كومبلكس بالنسبه للسي دي 4 بوزيتيف تي لمفوسايت، سي دي 4 مهم، والسي دي 8 بالنسبه للسايتوتوكسيك تي لمفوسايت. هسا ايش اللي هم بيعملوا هون؟ حتى السي دي 4 زي ما حكيت لكم تذكروا سي دي 4 ترتبط بالام اس سي كلاس 2 نفسه مش بالانتيجين المحمول عليه، والسي دي 8 بترتبط هو سي دي 8 بيفرق عن سي دي 4 انه مكون من تو تشين مش من تشين واحده. السي دي 8 برتبط بالام اس سي كلاس 1 مش بالانتيجين نفسه، اوكي. فهون بصير عندنا حتى يصير اوبتيمال سيجنالينج للتي سي ريسبتورز لازم يصير عندنا اللي هو سي دي 4 ترتبط،
والسي دي 8 ترتبط حسب نوع الخليه، وهذول يكونوا موجودين حتى السيل سيجنال توصل لداخل الخليه للنيوكليوس في النهايه. كيف بيصير عندنا انيشيشن اوف بي اور تي سيل اكتيفيشن؟ هو كروس لينكينج اوف ريسبتور مولكيول باي ملتي ميريك انتيجين بي سيلز زي ما حكيت. سكند سيجنال اللي هي نيدد باي كوستيميلاتوري سيجنال اللي هي جاي من الكروس لينك تي سيل ريسبتور باي انتيجين بريزنتنج سيل باي كلاس 2، اذا كانت انتيجين بريزنتنج سيل انتيجين في كلاس 2 تقريبا. السكند كوستيميلاتوري سيجنال هي من الانتيجين بريزنتنج سيل، يعني انا بالنسبه لل تي لمفوسايت والخلية اللي بتكون حاملة الـ MSC class 1 أو 2 هي حاملة الانتيجين على السيرفس، الانتيجين لازم يكون مطابق للتي سيل ريسبتور، وبرضو الـ CD4 أو CD8 تكون رابطة كمان بالـ MSC class 1 و 2 حسب النوع اللي هي الخلية، فهي لازم هذول يكون موجودات. في عندي second co-similarity signal provided by antigen presenting cell نفس اللي هي بارتباط الريسبتور اللي تذكروا بالإميونولوجيكال سينابسز اللي حكيت عنه مرة، اللي هم مثلاً CD11A، وهاي هي اللي عنا اسمها Leukocyte Function Associated Antigen اللي هي LFA1 bind to CD54 or ICAM1. يعني هذول كمان أكسر الملكز لازم يكونوا كل واحد رابط بين التي سيل وبين مين؟ بين التي سيلز وبين الانتيجين ريزنتنج سيل او خليه فيها فيروس، لازم يكونوا هذول الملكلز على السيرفس عشان يرتبطوا مع بعضهم البعض، وبعدين تكمل اللي هو التي سيلز يسوي لها اكتيفيشن كامل. هون واضحه؟ دكتور بس قبل ارجع سلايد قبل دكتور، في عندنا هنا يعني خطوتي لا بعد هذا، في عندنا تو كوستيميلتري سيجنال ولا واحده بس عندنا؟ السكند سيجنال اللي بتيجي من الكوستيميلاتوري سيجنال، يعني هي السكند سيجنال نيدد، يعني انا مش بس ان يكون عندي بس انا انه بس خلاص يرتبط الانتيجين بالريسبتور وخلاص، واللي هو يرتبط يعني بالبي سيلز هون، مش بس انه هذا يرتبط هذا شكله خلاص، لا لازم كمان هذول اللي هم كلياتهم يكونوا رابطين، وهي كمان سيل اكتيفيشن، يعني هاي يكون موجود الالفا 1 والبيتا 1، يعني السيجنال اللي بتيجي كمان منهم هذول. تمام شكرا دكتور. يعني السيجنال الاولى دائما بتيجي من الانتيجين خلينا نحكي، وبعدين بالسيجنال الثاني بتيجي من الاكسسوار مولكيولز والكورسبترز اللي موجوده على الخليه حسب نوعها. طيب هاي البي سيل اكتيفيشن ايش بصير اللي هو بالبي سيل اكتيفيشن؟ هذا عندي طبعا انت دائما قلت لكم احنا عندنا في العاده اكثر من 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 برين باوندد اي جي جي، يعني مش واحد ريسبتر واحد بيصير ريسبتر وخلاص على السيرفس، لا بيكون اكثر من ملكلز على السيرفس، مش خطا بس بجهه واحده، لا بيكون اكثر من واحد على السيرفس، يا اما بيرتبط عندي الانتيجين بهذا الشكل يكون مرتبط باكثر من اميونوجلوبولين بهذا الكروس لينك، او الشكل هذا اللي شفتوه هون، يعني انا بالبي سيلز يا اما بيكونوا هذول السي دي 21 سي ار 2 كو ريسبتور الانتيجين مرتبط بهاي، يعني لازم يكون له كروس لينك بين تو ريسبتور، يا اما بيكون بالاميونوجلوبولين مع السي دي 3 مثلا، او بيكون هون بهذا الشكل انه يكون تو اميونوجلوبولين هو بالنص بيناتهم. كل واحد بيكون عندي اللي هي الاي جي الفا والاي جي بيتا، طبعا السيجنال كل واحد من الملكلز هذول موجودات حواليه الاي جي الفا والاي جي بيتا عشان ينقلوا السيجنال اللي بتصير في عندي في داخل اللي هو الخليه. فاول ما بصير عندي في ارتباط له مسميها التايروسين كاينيز، في عندنا شيء بنسميه سي ار سي فاميلي اللي هو تايروسين كاينيز انزيم، برتبط بالمناطق اللي هي الاي تي اي تي اي امز اللي موجودين هون، هاي اللي هي بس يصير في كروس لينك للريسبتور هذول بيصير لهم اكتيفيشن وبيجوا بيرتبطوا هون. بعد ما يرتبطوا هو اللي هي بيضيف لهم احنا مثلها من اللي نسميها فوسفوريليشن، يعني هي عمليات كل السيل سيجنال اللي بتصير في داخل الخليه معظمها باضافه فوسفوريليشن للمولكيولز او للبروتين اللي موجود عندي. فهي عندنا انضافت شايفين اللي هو لونها اخضر اللي هي تايروسين كاينيز فاميلي بترتبط هون، اللي هي هون سي اسمها سي ار سي فاميلي تايروسين كاينيزز، وبعدين في عندنا بروتين كاينيز انزيم اسمه سي واي كي، بس هذول يرتبطوا يصيروا فوسفوريليتد، هذا الانزيم بيقدر يجي ويرتبط هون.
أنا هذول بالنسبة لي زي ما أنا كنت بالسنوات السابقة حكيت لهم الديتيلز هاي كلياتها مش مطلوبة، إنه يعني مين بمسك بالأول، مين بصيله أكتيفيشن، مين بعمل أكتيفيشن للثاني. أنا بالنسبة لي بس بدي أفرجيكم كيف بصير حتى توصل لدخل النيوكليوس، إنه إني عملية فوسفوريليشن حتى نوصل للي هو ترانسكريبشن فاكتور، وبعدين بصير أكتيفيشن للعين. فزي ما حكيت لكم أول شيء لازم يكون سيفرال ريسبتور صار لهم كلاستر على السيرفس بالنسبه للتي او للبي لمفوسايت، هون يكون لهم الكلاستر هذا من خلال الانتيجين، ارتباط عندي الانتيجين، وبعدين بتبلش اللي هو الاكتيفيشن في هاي المنطقه اللي هي الاي جي الفا والاي جي بيتا. بعد هيك اللي هو بالباثوي بالنسبه للبي سيل ريسبتور، خلينا نحكي البي سيل ريسبتور، نرجع للتي سيل ريسبتور. هسا في عندي 3 ديفرنت باثوي ممكن يصيروا حتى يوصلوا في النهايه للنيوكليوس، حتى يوصلوا للنيوكليوس يصير في عندي ترانسكريبشن او يصير في عندي ريسبونس. اول واحد زي ما حكيت لكم الام الممبرين اي جي جي كروس لينك باي انتيجين بهاي الطريقه. بعدين بصير عندي الريسبتور كروس لينك اكتيفيت اللي هو سي ار سي فاميلي كاينيزز اند اس واي كي، هذول اسماء للتيرسين كاينيزز اللي هي بروتينات موجوده في تايرسين كاينيزز، تعمل اكتيفيشن بهذا الشكل. ارتباط هذا الانزيم الاس واي كي في البي لمفوسايت بيصير له بعدين ممكن يصير عندي 3 باثوي للاكتيفيشن حسب اللي هو الريسبونس تاعها. فمثلا ممكن هذا الاس واي كي يعمل اكتيفيشن اوف راس اند اذر جي تي بي بايندينج بروتين. هسه تسالوني شو الراس، هذول كلياتهم عباره عن بروتينز موجودين في السيتوبلازم، واحد يعمل فوسفوريليشن للثاني حتى يوصلوا في النهايه للترانسكريبشن فاكتور اللي موجود هون في السيتوبلازم ويدخل لداخل النيوكليوس. فهاي كلياتها سيل سيجنالينج، راس جي تي بي بايندينج بروتين، ماب كاينيز اكتيفيشن، هذول كلهم بروتينات. الفكره انه واحد بيعمل فوسفوريليشن للثاني حتى يوصلوا اخر شيء للترانسكريبشن فاكتور اللي موجود في السيتوبلازم. بعدين يعني هي تفاعلات خلينا نحكي بايوكيمستريه بالنسبة للسيتوبلازم حتى تتحول وترتبط. يحفظها؟ لا تمام، يسلم. شايفة ما حسني؟ منيح، يسلم. طيب هاي الاس واي كي، بس هي بس اللي بدي تعرفوه انه بالنسبه للتي والبي لمفوسايت بس البدايه هون مختلفه، فانه تفرقوا انه في بدايه مختلفه، هي نفس الطريقه لكن مثلا هون انزيم ثاني، بعدين هون كلياته بصير نفس الشيء. هذا بصير عندنا اكتيفيشن راس اند اذر جي تي بايندينج بروتين، بعدين هذا بتعمل اكتيفيشن للمب كاينيز، والمب كاينيز بيعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن فاكتور مثال عليها اي بي 1. الاي بي 1 ترانسكريب بيدخل لداخل النيوكليوس، وهذا مثلا الاي بي 1 مسؤول عن السيل بروفريشن. في عندنا الاذر باث واي ببلشوا السكند باث واي ببلشوا سوا تقريبا وبعدين بينفصلوا، فهي الفوسفو انول فوسفيت 2 وفوسفو لايبيز سي. هاي كلياتها انا مش بايوكيمستري، مش ماده بايوكيمستري، ما راح احفظكم اياها بس بفرجيكم كل شو اللي بيصير. مثلا السكند باث واي بتعتمد على الريليز اوف ستورد سيتوبلازم الكالسيوم، السيتوبلازم الكالسيوم الموجوده بتخليها في عندنا ستور بالخليه، فبتخليها تفتح وتطلع ترفع نسبه الكالسيوم في السيتوبلازم، فبصير عندنا اكتيفيشن للكالسون يورين. هالشيء فالاكتيفيشن للكالسون يورين بعمل اكتيفيشن، بعمل فوسفوريليشن للان اف كابا اي تي، اي تي اللي هو الان اف اي تي هو ترانسكريبشن فاكتور، في عندنا ان اف كابا وفي عندنا هذا ان اف اي تي، بصير له فوسفوريليشن وبدخل لداخل النيوكليوس وبصير لنا ترانسكريبشن. في عندنا دي اي جي بعمل اكتيفيشن مثلا للبروتين كاينيز سي، بعدين فوسفوريليشن اوف سيفرال بروتين، بعدين اكتيفيشن ترانسكريبشن فاكتور ان اف كابا بي، وبعدين بروح على النيوكليوس وبصير اكتيفيشن لجينات محدده اللي هي حسب ممكن يكون سايتوكاين، ممكن في عندنا مثلا بعض الترانسكريبشن فاكتور مثلا بزيد السنثيسيس للدي ان اي، بصير عندنا سنثيسيس للدي ان اي اكثر عشان الفلتريشن، عشان لما تنقسم الخليه يكون في كميه كافيه من الدي ان اي وهكذا. فهي البروسيس اللي بتصير. هسا في بعض اللي هو الدراجز اللي هي مثلا اميونو سبريسيف دراج بتكون تشتغل على وحده من هذول الباث واي. مر عليكم شيء زي هيك؟ اخذتوا بالفارما شيء زي هيك؟ في اميونو سبريسيف دراج بتنعطى بتشتغل على الباث واي هيك، متذكرين شيء اخذتوه بالفارما؟ زي ايش؟ سايكلوسبورين يا دكتوره، سايكلوسبورين.
سايكلوسبورين وين بيشتغل؟ بيشتغل على النيوكلير داكتور تبع الايتيك اما داكتور ايتيس اللي هو على الاي ال 2. طيب في غير مثال عليكم عندكم مر عليكم بتاكروا الماس كمان؟ اها غيره اشوف في ادويه مشهوره شوفكم بتعرفوها ولا لا. وين جماعة الفارما اللي بحبوا الفارما؟ سايكلوسبورين حكيت لي إياه. أذكر أنا أشوف في أشياء كمان. في إشي يسموه رابامايسين سمعتوا فيه؟ وبالبازيلي كسيماب سمعتوا فيه؟ هذول أنتي بوديز بيشتغلوا على اللي هو الـ IL-2 هذول بيشتغلوا على الـ IL-2. طيب أنا بس بحكي لكم إنه في عنا بعض اللي هو ميونو أو الميونو سبريسيف دراجز هي بتشتغل على هاي الباكوي بيشتغل على هاي الباكوي عشان توقفها فبتعمل دي أكتيفيشن للميون سيستم بهاي الطريقة. التفاصيل هاي الديتيلز زي ما حكيت لكم هي مش مطلوب حفظها أنا هون شرحت لكم إياها برضو إنه يعني كيف بتصير اللي هو 3 باكوي عشان اللي بحب بده يرجع للكتاب بالتفصيل اللي هو ملخص لكم إياهم. The first involve phosphorylation and activation of the enzyme phospholipase اللي هو phospholipase C وبعمل بتريجر اللي هو SYK or ZIP70 activation of phospholipase داما. المهم هاي السوالف كلها أنا يعني زي ما حكيت لكم مش مطلوبة من details بس هاي عشان تعرفوا كيف بتصير. بالنهاية أنا الماب كاينيزز بتوصل ترانسكريبشن فاكتور ترانسكريبشن فاكتور هي بتدخل لداخل النيوكليوس عشان تعمل عندي اكتيفيشن عشان تعمل عندي اكتيفيشن. بس على البي لنفوسايت بهاي الطريقة الانتيجين بصير الكروس لينك بين يا اما 2 ممبرين باوندد اميونوجلوبولين او اللي هو سي دي 21 اللي هم كور ريسبتورز الثانيين اللي ممكن يرتبطوا بجانب هذا الـ هذا الاميونوجلوبولين ويصير عندنا اكتيفيشن. بالنسبة للتي لنفوسايت اللي بصير عندنا التي لنفوسايت زي ما بتعرفوا لازم خليتين مع بعض مش خلية واحدة. يعني البي لنفوسايت بتكون خلية واحدة هي اللي بتعمل عندي بالأول اكتيفيشن وبعدين يعني البي لنفوسايت بدها بس هي ترتبط بالانتيجين مباشرة وبعدين هي بتعمل برزنتيشن للتي لنفوسايت فبتصير عندنا هاي البروسيس. يعني ممكن هاي تصير عندنا هاي البروسيس بهاي الطريقة. هسا التي لنفوسايت هاي الانتيجين برزنتينج سيل هاي حامل عندي الانتيجين على السيرفس على عن طريق اللي هو الام اس سي كلاس 1 او 2 حسب اللي هو نوع الانتيجين اللي بيدخل. هاي عندي سي دي 3 وهاي تي سي ريسبتور وهاي زيتا زيتا تشين وهاي عندي هاي لانها هون انا بعرف انه هذا ام اس سي كلاس 2 لان عندي هون سي دي 4 هي بتعمل هون لسي دي 4 فهي اكيد هاي ام اس سي كلاس 2 اللي محمول عليها. اللي هون بصير عندي اللي هو تي سي ريسبتور وسي دي 3 وسي دي 4 كلاستر ان ريكوجنيشن اوف اللي هو MSC class peptide اللي هو بصير لهم بكلاسترينج هذول كلياتهم CD4 وCD3 والزيتا زيتا تشين وتيس ريسبتر كلهم عشان هون في عندي MSC class 2 حامل antigen فبصير الاكتيفيشن بصير لهم كلاسترينج. الخطوة اللي وراها after clustering occur CD4 engage MSC class 2 and the lac protein tyrosine kinase. لو تطلعوا هون البروتين اللي مسك هون في الـ ITM موتيف مش نفسه اللي بالليمفوسايت في اختلاف بيناتهم بالبداية لكن الباكوية الثانية هي بالضبط نفس الإشي فهو البروتين اللي مسك هون اسمه لاك هناك كان اسمه إذا تتذكروا سي آر سي لا أس آر سي اللي مسك في البيليمفوسايت. فهون البداية عندي هي فقط البروتين اللي بيختلف ولكن هم كلهم من عائلة اللي هو البروتين كاينيزز هم تايروسين كاينيزز كلهم من تايروسين كاينيزز بمسك بزيتا زيتا تشين وبمسك بالسي دي 3 موليكولز اللي موجوده هون والسي دي 4 كمان عنده موتيف بعملها اكتيفيشن. بعدين في عندي بروتين اسمه زاب 70 بايند تو فوسفوريليتد تي دي 3 هذول صار لهم هذا لما انضافت اللاك بتضيف فوسفوريليشن جروب هون على هذول فبصير عندنا اكتيفيشن من هون هاي اللاك بتضيف فوسفيت جروب على هاي الموتيف اللي لونها موف بعدها بصير عندي زاب 70 بايند تو فوسفوريليتد تي دي 3 اند زيتا زيتا تشين الاوينج اللي هو لاك تو فوسفوريليتد اند اكتيفيتد اللي هو زاب 70 بعدها بصير عندنا اللي هي اكتيفيشن لهذا الزاب 70 بس يصير في عندنا بتبلش السيجنالينج باث وي الثلاثه اللي حكيت عنهم هون بالضبط نفس الشيء نفس الطريقه نفس الشيء ونفس الطريقه هون اللي هو بصير عندنا
هذا الكلاسترينج من هون من فوق، هذول اللي هي اللاك، بعدين الزاب 70 برتبط بهاي الشكل، بعدين بصير عندنا اكتيفيشن للراس والاذر جي تي بايندينج بروتين، بعدين ماب كينيزز، بعدين اكتيفيشن اوف اللي هو ترانسكريبشن فاكتور هي موجوده هون. في عندي هون اذا كان فوسفولايد بي سي جاما ونفس الشيء برفع مستوى الكالسيوم في السيتوبلازم، بعدين اكتيفيشن الكالسيوم يورين، بعدين NF-AT بصيرها فوسفوليشن، بعدين بتدخل هذا داخل النيوكليوس وتبلش عندنا تعمل اكتيفيشن بهاي الطريقة. في عندنا اللي هو هي حاطين لكم هون كمان، انا هون مش مبيني بالرسمة بس لو رجعتها للكتاب النجمي هاي هون بقول لك انه الكالسيوم يورين بيشتغل بهاي هون بالضبط، بهاي عفوا السايكلوسبورين، سايكلوسبورين اللي هو الدراج اللي بيعمل تثبيط بيشتغل في هاي المنطقة بالضبط هون، بيشتغل في هاي على هاي الباثوي. طيب في عنا الاكتيفيشن اللي هي الثالثة نفس الشيء، وصل عنا صورة عشرة صورة البروتين وبالنهاية بيوصل الكابا بي، وبعدين هذول بيدخلوا لداخل النيوكليوس في صار عنا ترانسكريبشن للسايتوكاين مثلا جينز. هون مثلا بالتيلمفوسايت اللي هاي مش مبينة، انا مش عارف ليش هون مش ظاهرة في الصورة، بصير عنا ترانسكريبشن اكتيفيشن ان النيوكليوس leading to cell proliferation. مثلا عندنا IL-2 جين، فالIL-2 مهمة بالproliferation التي لنفصلت بشكل كثير كبير وراح نحكي عنه بوقت السيتوكاين، بس هاي الصورة ممكن ترجعوها للكتاب مش عارف ليش مش كاملة هون، ممكن سلايد جاي بهاي الطريقة. طيب لهون واضح الريسبونس، حتى يصير عندي ريسبونس بالنهاية كلهم زي ما حكيت لكم بيوصلوا لل NF-AT اللي هم transcript nuclear factor AT نيوكليار فاكتور كابا بي و APT AP1، هذول بيشتغلوا على الليمفوسايت جين تو اكتيفيت ذير ترانسكريبشن. ذيس بريبيرز بي ليمفوسايت فور بروفريشن اند ديفرنشيشن اند تي سيل تو جيت بريبيرد فور انهانس اكسبريشن اوف سايتوكاين از IL-2. فهي عندنا الريسبونس اللي هي ناتج عن هذول اللي هم اللي حكيت عنهم الالاف كابا نيوكليار فاكتور بشكل عام اللي بتكون أصلاً موجودة في السيتوبلازم، إذا صار لها فوسفوريليشن بتتحرك من السيتوبلازم تدخل داخل النيوكليوس خلاص تمسك عندي في الجين وصير عندنا اكتيفيشن لهذول الجينات اللي زي IL-2 مثلاً أو الأذر سيتوكاينز، وبصير عندنا إنتاج أكثر مثلاً زي ما حكيت لكم للنيوكليوتايدات عشان يصير في عندنا بروفريشن للخلايا بشكل كثير كبير. واضح؟ لهون واضح؟ انتوا اخذتوا بالبيوكيمستري او بالجينيتك اللي هي سيل سيجنالينج ولا ما عمره ما مر عليكم؟ تعرفوا شو انتوا يعني مر عليكم قبل هالمره باي ماده؟ بلاش اقول بيوكيمستري واحدد. اخذنا دكتور بالبيوكيمستري اشياء عنها وشوي بالجينيتكس. بالجينيتكس يعني في عندكم فكره عنها كويس. طيب في هذا الكلينيكال بوكس انه بعض اللي هي اميون ديفيشنسي ديزيز ناتج عن مشكله في البروتين كاينيزز تايروسين كاينيزز هذول اللي بيعملوا سيل سيجنالينج. معطيكم مثال هون اللي هو اكزامبل في عندنا اللي هو اكس لينك جاما جلوبولينيميا، انه بيكون في عندي نقص في الجاما جلوبولين عند هذا الشخص اللي بيكون عنده هي اكس لينك هاي اللي هو الديزيز. السبب الرئيسي فيه انه بيكون عندنا ميوتيشن اشي بسموه بروتون تايروسين كاينيز PTK جين، بيكون عنده مشكله. فهذا الميوتيشن هو اكس لينك، الشخص اللي عنده هاي الميوتيشن بيصير عنده انتي بودي ديفيشنسي. فدائما ليش؟ لانه بيأثر على السيل سيجنالينج للبي لمفوسايت، ما بصير عنده انتاج، بصيرش انتاج الانتي بوديز، فدائما عنده مشكله في الامينوغلوبولين لهذا الشخص. هاي زي ما حكيت لكم مهمه بالديفلوبمنت للبي لمفوسايت وانتاج الانتي بوديز. التريتمنت للشخص هذا لانه ما عنده جاما جلوبولين، يعني حكيت لكم مره جبنا سيره هذا الشيء، حكيت لكم انه بعطوا انترا فينوس امينو جلوبولين افري 3 ويكس، يعني بيجمعوا من هيلثي دونر انتي بوديز، يعني المصانع بتجيب مثلا هيلثي دونر بتاخذ منهم البلازما تاعهم او السيروم وبتعزل الجاما جلوبولين وبتعملها يعني خلطة من ناس كثير هيلثي دونر بيكون عندهم جاما جلوبولين، وبعضوا للشخص هذا كل 3 أسابيع شوت، يعني كل مرة بعطوا انترافينوس بالانترافينوس طبعا بسموها انترافينوس جاما اميونوجلوبولين اي فيك بيقولوا له اي فيك العلاج
انترافينوس امينوغلوبولين بعطوه اياه كل 3 أسابيع عشان يعوضوا النقص في اللي هو الناتج عن انه ما عنده امينوغلوبولين، عشان اللي هو يحاول اذا صاب باي شيء يكون في عندي بعض امينوغلوبولين تغطي هاي الانفكشنز، تغطي هاي الانفكشن. الاذر سيلز هم طبيعيين عنده، طبيعيين فيهم، مش عندهم مش مشكله، بس هذا زي ما حكينا ما بيكون عنده امينوغلوبولين، ما عنده ديفشنس بالامينوغلوبولين، فبعطوه هذا لو تعويض له. هذا الشخص عنده مشكله بالسيل سيجنالينج بالبروتين تايروسين كاينيزس، فما بصير عندي انتاج الانتيبادي. هاي الامينو سبريسر دراج انا حاطه لكم اياهم هون، فكرت حالي ما حطيته، فهم محطوطين عندكم. هذا كمان كلينيكال بوكس، اخر كلينيكال بوكس، انا ما حطيتش الكلينيكال بوكس ككلينيكال بوكس، بس انا حطيت لكم الاكشن تاعيته. مثلا سايكلوسبورين الفانكشن باي بريفنتنج تي سيل سايتوكاين جين ترانسكريبشن ميدييتد باي نيوكليار فاكتور اوف اكتيفيتد تي سيل هي ان اف اي تي. سايكلوسبورين في عندنا بازيليك اكسيماب هو مونوكلونال انتي بادي ذات بريفنتس ذا ريسبتور فور اي ال 4 اي ال 2 فورم فانكشن، بخلوش يشتغل. في عندنا اللي هو ازو ثايوبرين انهبيت ذا سينثيسيس اوف بيورينز، بيورينز اللي هي تجاوب نيوكليوتايدات. شو هي البيورين صحيح؟ مين فيهم؟ الأدينين والجوانين؟ تسأل أنت ولا بتجاوب؟ لا بتجاوب. متأكد ولا مش متأكد؟ لا متأكد دكتور، صرتكم من تو هيك يعني تحسسني انك يعني انت واثق، احكيها وانت واثق. شو راي الشعب الثاني؟ نزعل منكم اذا مش عارفينها. دكتوره صحيح صحيح الحمد لله، فكركم نايمين. طيب في عندنا المايكوفينوليت انهبيتر جوانين سينثيسيس، هاي الجوانين سينثيسيس بالذات، بس هذول دائما بيحاولوا انهم يبتعدوا عنهم، لانه بتعرفوا انه هذول الجوانين والبيورينز مهمه في الدي ان اي سينثيسيس ان جنرال، فبحطوهم في حالات محدده بحاولوا يبعدوا عنهم، لانه السايد افكت تاعهم يعني تعمل انهبيشن، ممكن تعمل انهبيشن لاشياء كثير فيها، ولكن هي مستخدمه اكثرها المستخدمه انها سايكلوسبورين از امينو سبريسيف دراج، بس هي حسب الحاله الموجوده عند الطبيب هو بحدد ايش يعطيه. بازيلي ماب كمان بعطوا بازيلي اكسيماب، هذا مونوكلونال انتي بادي بعطوه، يعني ما فيهوش مشكله انه هو سبيسيفيك للاي ال 2 ريسبتر، بس الثانيات هذول لانه سايد افكت تاعهم ممكن يكون سيء فبحاولوا يبعدوا عنهم. طيب هيك بكون خلص السيل سيجنالينج، زي ما قلت لكم انا التفاصيل بتهمنيش كثير، بس بتعرفوا الجنرال كيف بتصير عندي البروسيس حتى يوصل في عندنا اللي هو الليمفوسايت ريسبونس في النهايه. بكون هيك تقريبا حكينا عن اللي هو معظم اللي هو البي والتي لمفوسايت، عن الريسبتور تاعهم، عن البروسيسنج، على ماسي كلاس 2، نرجع شويه هيماتوبويسس واللمفويد تيشو، وبعدين نرجع نحكي بي سيل ديفلوبمنت والتي سيل ديفلوبمنت كل واحد لحال، بس رح نرجع نحكي عن الهيماتوبويسس، وهي بالنسبه لكم المفروض تكون فيري ايزي، كثير حكينا عنها قبل هالمره. Hematopoiesis is the process whereby all blood cells are formed in human. The bone marrow is the major site for hematopoiesis. The bone marrow, زي ما كلكم بتعرفوا، هو ال major site for hematopoiesis. ومنرجع مرة ثانية بنحكي إنه الخلية الأساسية اللي بتنتج كل هاي أنواع اللي هي blood cells هي stem cells الموجودة في bone marrow. بوجود growth factor محددة بتتحول لإيش بنسميه myeloid progenitor. lymphoid progenitor. الماتوريشن بالنسبة للماتور سيلز بومر وماكروفاجز نيوتروفيل زينوفيلز، الماتور سيلز في الليمفوسايت جزء من هذه البي ليمفوسايت فيها ماتوريشن في البومر، والتي ليمفوسايت بس لها ماتوريشن في الثايموس. هيماتوبيتك ستيم سيل هي بلوري بوتنت اند سيلف رينيوينج، هي اهم خاصية فيها بلوري بوتنت سيلف رينيوينج. They give rise to all body to all the blood cell type اللي نيجي اللي احنا مختلفة عليها ماركر اسمه CD34، هذا مهم، هي عليها بس لحالها يعني تعزز ستيم سيل، بدور على هذا الريسبتر اللي موجود على CD الموجود عليها فقط. They are induced differentiation further by the larger number of growth factor found in these tissue، حسب اللي هو تتحول
لا different lineage حسب الجروث فاكتور الموجودة. فمثلا عندنا شيء نسميه كولين ستيميليتنج فاكتور في جرانيول سايت كولين ستيميليتنج فاكتور في مونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور. فهي حسب الجروث فاكتور الموجودة بتتحول من بروجينيتر بروجينيتر آخر. هاي زي هي سيلف رينيوينج اللي هي عليها CD3 بوزيتيف اللي هي CD34 بوزيتيف ماتوفيتك ستيم سيل سيلف رينيوينج بلوريبوتنت تتحول للينفويد كمان لينفويد بروجينيتر وكمان مايلويد بروجينيتر. للينفويد بروجينيتر بعطيني البي سيلز والتي سيلز الناتشرال كلها مش محطوطه هون بس برضه بتطلع من نفس البروجينيتر وحسب الكولين ستيميليتنج فاكتور اللي موجوده بتحول عندي لبي سيلز او لتي لينفوسايت. الكومن لينفويد مايلويد بروجينيتر في عندي اللي هو اريثروسايت بليتلت جرانولوسايت مونوسايت. فهي برضو الماتور سيل لينيج بيكون عليها مورفولوجي تختلف من خليه لخليه ثانيه. مثلا بي سيلز عليها بي سيل ريسبتور تي سيلز بيكون عليها تي سيل ريسبتور عليها سي دي 4 او سي دي 8 حسب نوعها. الماكروفاجز عليها ريسبتور خاص فيها الجرانولوسايت عليها برضو ريسبتور خاص فيها. لما يصير في عندي ماتوريشن فبتختلف الخليه من يعني من الخليه اللي بالانفصال تختلف عن هاي الخليه اللي طلعت منها اللي هي الكومنت مايلويد بروجينيتور يعني هي كانت ستيم سيل بعدين صارت مايلويد لينفويد بروجينيتور مع بعض بعدين كل واحد راحت لحال. ففي النهايه الماتور سيلز عليها ماركرز مختلفه عن هاي اللي بلشت منها والماركرز اللي كانوا على السيرفس اصلا هون مشتركين بيختفوا يعني زي السي دي 34 بيختلف فيه بعد فتره عن الخلايا ما بيضل موجود عليهم بعد ما يصير لهم ماتوريشن ويتحولوا للينج اللي هم يعني لازم يروحوا عليه او بصيروا هم بقولهم. لو يجينا على الليمفويد سيلز تي سيل ليمفوسايت ديفلوب ان ذا ثايمس زي ما حكيت لكم بتكون في البون مارو بتطلع اسمها ثايموسايت. الثايموسايت بتروح على ثايمس بتتحول لتي ليمفوسايت بتطلع يا اما سي دي 4 بوزيتيف يا اما سي دي 8 بوزيتيف وبكون عليها تي سيل ريسبتور كمان على السيرفيس. ما بصير تطلع الخليه هي سي دي 8 او سي دي 4 في نفس الوقت هي ايش بتكون خلاص محدده. هساياتي بيحكوا لك انه الكومنت لوفر بروجينيتر اذا كان عندي موجود الاي ال 7 بتروح على الثايموس والثايموسايت بعدين بتتحول لتي لينفوسايت بوجود الاي ال 7. بالبون مارو البري بي بي سيلز اذا ما كانش في اي ال 7 فهي بتروح بتصير عندي بي سيلز والبي سيلز بري بي سيلز بعدين بتصير بي سيلز بعد اصلها ماتوريشن. ناتشرال كيلر سيلز زي ما حكيت الحديث هسه مش عارفين شو اللي بخلي الليمفويد تتحول لناتشرال كيلر سيلز. الليمفويد بروجينيتر هو كومن الليمفويد بروجينيتر شو بيحول للناتشرال كيلر سيلز ستيل انون حديث هسه يعني في دراسات بس مش واضحه ولا معطيه نتائج نهائيه انه ايش الجروث فاكتور اللي هون ممكن يحول الكومن الليمفويد بروجينيتر لناتشرال كيلر سيلز. طيب السي بي سيلز هذا الحكي احنا هذا كله كلكم بتعرفوه لازم يعني بس رح نرجع نحكي. بالنسبه للبي سيلز هي وظيفتها الاساسيه الانتي بودي برودكشن عليها على السيرفيس شيء اسمه مينوغلوبيلين هو انتيجين سبيسيفيك ريسبتور اللي هو ايش يا اي جي ام يا اي جي دي زي ما حكينا اللي هو ريسبتور تاع البي او البي سيلز ريسبتور على السيرفيس. برضه كمان عليها ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس 2 بالاضافه ل 1 طبعا هي عليها ولا لانها فيها نيوكليس وعليها 1 عليها اما تي كلاس 2 لانها ايش هي انتيجين بريزنتنج سيل انتيجين بريزنتنج سيل انتيجين بريزنتنج سيل فعليها اما تي كلاس 2 وعليها الكور ريسبتور ملك الفرجت وعليه له سي دي 19 هذا لازم يظهر عليها حتى يصير لها ماتوريشن بعدين. فهي هذا واحد من الماركرز اللي خاصه بالبي لينفوسايت يعني غير البي سي ريسبتور. انا ممكن اجيب اذا بدي اعزل البي لينفوسايت ممكن استخدم اللي هو سي دي 19 هي عليها هذا الماركر خاص فيها. have a large nucleus surrounded by اللي هو small rim of cytoplasm في حالة اللي هي الأرست هذا هو شكل البي لينفوسايت. بالتي سي لينفوسايت تذكروا حكينا ما نقدر نميزهم بالبلد سمير العادي وعشان هيك حتى السي بي سي لما يقرأ بقرأ لي total T لينفوسايت عفوا total لينفوسايت T و B مع بعض ما بقرأ ما بقول هاي T ولا بقول هاي B. إذا بدنا نفصلهم زي ما حكينا بنستخدم إيش اللي هو الفاكس بريسبتر خاصة يعني أنا بدي أعزل بي لينفوسايت الفاكس يعني اللي هو الفلو سايتومتري اللي حكينا عنه في سابقا جهاز اللي بيفصل اللي هو الخلايا حسب الماركرز اللي عليها. فالسي دي 19 ممكن أستخدم ماركر سي دي 19 وأعزل اللي هو البي لينفوسايت.
هاي لما يصير في عنا في حالة الأرست، لكن في حالة اللي هو صار في عنا ستيميليشن بيختلف شكلها تماماً، تحول بلازما سيل زي ما حكينا، بيكون عندي النيوكليوس بتكون عندي صغيرة، والسيتوبلازم هو الماخذ الكباسيتي الأكثر، لأنه الاندوبلازميك بتصير عنا إكستنسيف الاندوبلازميك ريتيكولم، لأنها بصير عنا وظيفتها إنتاج البروتينات أو الأمينوغلوبين. التي سيل مورفولوجيكلي تي سيل ما بنقدرش نفركها على البي سيل زي ما حكيت، فيها تو ميجر بوبوليشن اللي هو سي دي 4 بوزيتيف واللي هي الهيلبر سيلز نفسها، والسي دي 8 بوزيتيف اللي هي سايتوتوكسيك تي لمفوسايت. هي الميجر سورس اوف انتيجين سبيسيفيك بروتكشن اجينست فايرال انفكشن اند اذر انتراسيلولار انفكشن اللي هو سايتوتوكسيك تي لمفوسايت. هاي هي تي لمفوسايت فيرست ستيت. زي ما حكيت لكم اذا بدي اميز سي دي 8 عن سي دي 4 بستخدم الماركه، بجيب انتي بادي فيها فلورسنت بسي دي 4 او سي دي 8 وافصلهم بهذه الطريقه. لكن في البلاد سمير ابدا ما بقدر اميزهم عن بعض عن البي، لا بقدر اقول هاي سايتوتوكسيك ولا هاي هيلبر ولا هاي بي لمفوسايت، نفس الشكل بقول عنهم لمفوسايت جنرال. حتى في التيشو لما يكونوا بالريست ستيت كمان ما بقدر اميزهم عن بعض، بقول لمفوسايت ما بقدر اقول هاي لا بي ولا تي، بقول عنها بي لمفوسايت. طيب من ناتشرال كيلر سيلز لمفوسايت دو نوت هاف كلونالي ديستريبيوتد انتيجين سبيسيفيك ريسبتور. شو يعني؟ يعني الليمفوسايت ما عليها ريسبتور سبيسيفيك للانتيجين زي البي والتي لمفوسايت. شو يعني كلونال ديستريبيوتد؟ تذكروا اللي هي موضوع الكلونال سيلكشن هايبوثيسيس اللي خدناها في البدايه، قلت لكم انه البي لمفوسايت او تي لمفوسايت اللي بترتبط في الانتيجين وبتكون سبيسيفيك له بصير لها كلون، تتحول من خلية لكلون، وكلياتهم عليهم نفس الريسبتر. ناتشرال كيلر سيلز ما فيها هاي الشيء، هاي 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 ما فيها هاي الشغلة. طب أنا بقدر أميزها بالبلاد سمير بشكل عام. الناتشرال كيلر حجمها تقريبا مشابه للتي والبي لمفوسايت بالحجم، ولكن هي فيها جرانيولز، إذا بتلاحظوا فيها عنا جرانيولز، والنيوكليوس تاعتها شوي صغيرة مش ماخذ هذا الحجم زي اللي هو البي والتي لمفوسايت. فهو do not have clonally distributed antigen specific receptor, part of innate immune system and lies set in virally infected cell and some tumor cells. هي وظيفة الأساسية. فيها receptor اسمه اللي هو killer activatory receptor و killer inhibitory receptor، هم two receptor مش واحد، بس هو المذكور inhibitory receptor that are specific for molecule expressed on infected cells. الانهبيتوري ريسبتور والاكتيفيتوري ريسبتور زي ما حكيت لكم بيرتبطوا بالام سي كلاس اللي موجوده على السيرفس، بتاكدوا انه الاكسبرشن تاعها سليم، فيها مشاكل، بالاضافه لبيرتبطوا بالستريس بروتين اللي بتطلع من الخلايا اللي بتكون انفكتد بالفيروس. الخلايا اللي بتكون انفكتد بالفيروس بتعطينا اشارات او ستريس بروتين تفرزهم. وجينا على المايلويد سيلز، في عندنا اللي هم الكومن مايلويد بروجينيتور، واللي بتحول عندي اللي هو مثلا بوجود الإرثروبيتين، وهذا أخذته بالاتش ال اس بتذكر بالفسيولوجي، إرثرويد بروجينيتور، بعدين إرثروبيتين تتحول لإرثروسايت، في عندنا ثرومبوبيوتين إذا كان في عندنا اللي هو بتتحول لبليتلت، وإذا بدها تتحول للأذر إنيت إميون سيلز زي اللي هي ميلانومونوسيتيك بروجينيتور بتتحول للمونوسايت بوجود الجرانولوسايت مونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، او جرانولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، او مونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور. يعني انا في عندي فاكتور بيطلع مونوسايت او جرانولوسايت مع المونوسايت، والجرانولوسايت لحال والمونوسايت لحال، يعني كولين ستيميليتنج فاكتور كل حسب اللي هو الجروب فاكتور الموجوده. كنا جرانولوسايت مونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور زائد IL3 بيطلع عندي ماست سيلز، بيطلع عندي ماست سيلز او بيؤدي الى وجود عندنا خليه قبل الماست سيلز بعدين تتحول لماست سيلز. الماست سيلز هي نفسها ايش؟ البيزوفيل في البلاد، البيزوفيل في البلاد. في عندنا كمان الجرانيولوسايت مونوسايت كلين ستيميليتنج فاكتور بال IL3 بتحول عندي لخليه هون، وبعدين بتحول عندي لايزونوفيلز بوجود ال IL5 بال IL5. بس على الجرانولوسايت هي النيوتروفيلز مالي النيوتروفيلز، والمونوسايت اللي هي بتعطيني بعدين عندي الماكروفيجز، بتعطيني الماكروفيجز. احنا ناخذ خليه وانتم زي ما صار عندكم خبره فيهم، بس لازم نرجع نذكرهم شو بيطلع عندي. فالمايلويد سيلز تايب اول وحده نيوتروفيلز، والنيوتروفيل كلكم بتعرفوا وظيفته الاساسيه تعمل فوجوسايتوسيس،
في عندها سايتوتوكسيك اكتيفيتيز ضد اللي هو ايش، ضد البكتيريا، لكنها هي نوت انتيجين بريزنتنج سيل، يعني هي بتعمل فاجوسايتوسيس بس ما بتعمل انتيجين بريزنتيشن. وهي شكل النيوتروفيلز، النيوكليوس تاعها شكله ايش، 3 لوب، يعني 3 قطع، 2 تو 3 لوب هي شكلها بهذا الشكل. هاي مثلا 3 بتحس انه النيوكليوس مقطعه فيها. Migrate to site of inflammation and infection response to chemotactic factor، يعني بتناديها chemotactic factor، بتسحبها لداخل التشو بتناديها. Short lived with half life about 6 hours. Have nuclei with 2 to 5 loops. Development under the influence of granulocyte colony stimulating factor. They contain both primary granules loaded with lysosomal enzyme, including myeloperoxidases and elastase, وsecondary granules containing lysosome. الإلاستيز والميلوبروكسيديز مهمات في اللي هو بيعملوا تكسير الإلاستين اللي بيكون موجود في التيشو، عشان وظيفتها انها تعمل فاجوسايتوسيس وتعرف تعمل مايجريشن في التيشو. فعندها هذا الإلاستيز عشان يحلل عندي التيشو وتقدر هي تخترق التيشو. طيب فهي عندها إلاستيز ميلوبروكسيديز وعندها لايزوزوم. هذه هي النيوتروفيلز. في عندي الماس سيلز اللي هي have a large granule that can be stained purple with the dyes، وكل هاي احنا خلناها بالHLS اللي هو بتذكروا اللي هو البيسك والأسيديك granules وإيش الصبغة اللي بياخذوها. The granules contain heparin and histamine but do not contain hydrolytic enzyme. Express a specific receptor in their surface اللي هو الماس سيلز عليها اللي هو الأفسي region of cert اللي هو عندها الإبسلون والجام مع السيرفس، واللي بترتبط بالIGE. الإبسلون هو IGE عليه، هو المسؤول عن اللي هو الالرجيك ريسبونس. حتى الالرجي برتبط عندي الIGE بالIGE ريسبتر اللي هو الإبسلون ريسبتر الموجود على السيرفس، فبصير لها ديغرانيوليشن وبتطلع عندي اللي هو الهستامين اللي بيكون موجود فيها. هسأل الإيزينوفيلز هي كاركترايز باي نيوكليوس with 2 to 3 lobes. هذا كل لازم تكونوا عارفينه وحافظينه، يعني هذا الشكل اللي تعرفوا تميزوا بيناتهم. Have a large specific granules which contain heparin، فيها heparin، peroxidase and other hydrolytic enzyme. Have a phagocytic and cytotoxic activity and express FC receptor اللي هو كمان الإبسلون والجاما ريسبتر عليها، مشابهة للماست سيلز. Function اللي هو بارست هي بالورم أو اللي هي بارست بالإنفكشن الإيزينوفيلز ترتفع. هسا كلمة فاجوسيتك هي صار عليها كثير خلافات زمان، يعني الإيزينوفيلز، وعشان هيك حتى احنا بنذكرهاش دائما بالخلايا اللي بتعمل فاجوسايتوسيس. هي الفاجوسيتك اللي إلها إن هي زي البيلمفوسايت، هي بتبلع الأنتيجين مع الريسبتر، يعني هي مش بتعمل فاجوسايتوسيس لبكتيريا او لشيء كبير وبتدخله، هي بتعمل فاجوسايتوسيس للريسبتر اللي على السيرفس تاعها اللي بيكون مرتبط بالانتيجين. اذا كان عندي مرتبط بالانتيجين بتعمل فاجوسايتوسيس، ما بتعمل انتيجين برزنتيشن زي النيوتروفيل، برضه ما عندهاش انتيجين برزنتيشن، ولانها هي معظم تعاملها مع البارسيس انفكشن وخصوصا الورمز، فهي صعب انها تعمل له اصلا فاجوسايتوسيس كورم كبير، يعني هي ما مش زي النيوتروفيل بكتيريا تبلعها بحجمها بيكون اصغر، البكتيريا تعملها فاجوسايتوسيس بتدخلها، لكن الايزينوفيلز عندها قدره انها تعمل فاجوسايتوسيس، عندها قدره انها تعمل فاجوسايتوسيس. هذا في كتب بتقول لا، في ريسيرش بيقول لك لا الايزينوفيلز ما بتعمل فاجوسايتوسيس، بس خلينا نعمل نتبع كتابك لانه مكتوب هون فهي بتعمل فاجوسايتوسيس. طيب المونوسايت والماكروفاجز اللي هو لارج بلاد سيلز كونتين ماني جرانيولز اند هاف ا لوبيولار شيبد نيوكليوس هاف باكتيريوسايد اكتيفيتي اند ذي كاري اوت انتي بودي ديبندنت سيل ميدييتد سايتوتوكسيسيتي. هاي الانتي بودي ديبندنت سيل ميدييتد سايتوتوكسيسيتي انه الخلايا، بعض الخلايا اللي هي الادابتيف سيستم، إذا كان مرتبط عندي الماكروفاجز مرتبط اللي هي بتعتمد على الانتيبادي، وجود الانتيبادي إن يكون في عندي انتيبادي مرتبط بالانتيجن وشكل إشي منسموه انتيبادي انتيجن انتيبادي كومبلكس، فالأفسي فراغمنت تاعت اللي هي الانتيبادي إلها ريسبتر على هاي الماكروفاجز، والماكروفاجز يعني إذا صار في ارتباط لهذا الريسبتر بصير عندي فاجوسايتوسيس أو بصير عندنا إشي مسميه سيل ميدييتد سايتوتوكسيسيتي، وراح نشرحها بعدين بالتفصيل.
migrate out of the blood into the tissue بصير اسمها macrophages زي الكفر سيلز الموجودة في الليفر زي الميكروغليا الموجودة في الممبرين express the monocyte macrophage marker protein اللي هو CD14 فهذا أنا إذا بدي أعزل macrophages أو monocyte بأخذ اللي هو CD14 ال B cells CD19 يعني كل واحد عليها ماركر خاص فيها الماكروفاج هاف ا سنترال رول ان ذا ديفايننج بتوين اللي هو الانيت والسبيسيفيك اميون ريسبونس هي بتعمل زي ما حكينا بتعمل فاجوسايتوسيس وتعمل انتيجين برزنتيشن ماكروفاجز بتعمل انتيجين برزنتيشن هي انيت ولكنها بتلعب دور مهم كمان في الادابتيف سيستم هي تعمل لهم برزنتيشن تعمل لهم برزنتيشن واضح لهون بنيجي على الدندريتك سيل انا مش عارف قديش ساعه بعد في معنا وقت دكتورة في محاضرة إعادة؟ لا اليوم ما فيش محاضرة طيب هسا في عندي الدندريتك سيل هي regularly shaped cell with many branch-like process motile and found in the blood and lymph and most organ هي زي ما حكيت لكم هي شكلها regular branch-like شكلها هيك بهذا الشكل هاي اللي هي دندريتك سيلز موجودة في البلود وباللمف نود أكثر إشي هي مهمة بأنها تأخذ الأنتيجين وتغادر اللي هو التيشو سايت أوف إنفكشن وتروح على أقرب ليمف نود زي ما بنحكي في بوجود اللي هو سايتوكاين زي ما حكينا ماتشور مايجريت تو ليمفويد أورجان عشان تفرجي البريزنت تو تي سيلز والبي سيلز عشان يصير البرودكشن يشغل الأدابتيف سيستم هذا التابل بيلخص عندي الكولين ستيميليتنج فاكتور والسايتوكاين امبورتنت فور هيماتوبيسيس وهذول مطلوبين يعني سوري بس يعني هذول مهمين لازم تعرفوهم يعني حفظ يعني خليني احكي لكم مثلا الكولين ستيميليتنج فاكتور مثلا الجرانيولوسايت من اسمه الميجر سيلولار سيرف انتوا تشوفوا ان هم بنفرزوا من خلايا مناعيه كمان هذول الفاكتورز وبيأثروا ممكن يأثروا على نفس الخليه او على خليه ثانيه مثلا الجرانيولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور اللي هم مونوسايت ماكروفاجز فايبروبلاست اندوثيليا سيل تفرزهم بعمل استيميليشن للنيوتروفيل فورميشن الجرانيولوسايت ماكروفاج ستيميليتنج فاكتور بتفرز التي سيلز المونوسايت الماكروفاج فايبروبلاست والاندوثيليال سيلز بعمل استيميليشن بروفريشن اند ديفرنشيشن اوف مايلويد بروجينيتور المونوسايت ماكروفاج المونوسايت ماكروفاج فايبروبلاست اندوثيليال سيلز هذول بفرزوهم بعمل استيميليشن اند ديفرنشيشن بروفريشن اللي هو المونوسايت والماكروفاج هذول سهلين من اسمائهم سهل تحفظوهم الانترلوكينز اللي هم السيتوكاين IL-3 اللي بتفرز التي سيلز بعمل سيميليشن لمالتيبل هيماتوبيتك ستيم سيل سيميليت بي سيلز الاولى الIL-3 الاكثر من هيماتوبيتك ستيم سيل بتاثر على اكثر من لينيج الIL-4 اللي بتفرز التي سيلز والاكتيفيتد ماست سيلز بتعمل سيميليت للبي سيلز تو برودوس IgE مثلا وتحول لتيه البر 2 سايتوكاين او انتاج بتعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 2 الفايد مثلا اللي بتفرز التي سيلز وبياثر على الايزينوفيلز بعمل اكتيفيشن للبي سيلز عشان تعمل امينوجلوبولين وبياثر على الايزينوفيلز الاي ال 7 اللي بتفرز مثلا سترومال سيلز الموجوده في البون بارو بعمل سيميليشن للتي سيل بروجينيتور بروفريشن اند ديفرنشيشن وهي اللي بخلي انه الليمفويد بروجينيتور يروح لاتجاه التي لنفوسايت انه يفرز عندي تي لمفوسايت عشان تروح على الفايموس وتكمل سيلها ماتوريشن فهاي اللي بعض الجود فاكتور اللي بتحول عندي الهيماتوبيسيس او بتاثر على الهيماتوبيسيس لهون بتكون خلصت محاضره اليوم في استفسارات او اسئله دكتوره شابتر 11 لمفوسايت اكتيفيشن نركز فيه كثير بالكتاب ولا بس من السلايد انا قلت لكم السلايد لانه بيجوز شوي تغوصوا شوي بالكتاب تضيعوا يعني انا بس تعرفوا البرنسبل مش حافظ يعني ما ركز على الكتاب بس مثلا بدكم تعرفوا شو الكوريسبتر شو الاكسسوري موليكولز للبي والتي لمفوسايت والبدايه يعني البدايه والنهايه شو بنتج عندي اللي بالنص هذا ديفرنت سيجنالينج باث وي مش مطلوب حفظه بالتفصيل تفضل طب دكتورة معناته لازم إذا ندرس على السلايدات أفضل خصوصاً التشابترات اللي بريحكم اللي بريحكم خلاص تمام دكتورة شكرا في أسئلة ثانية طيب أنا بتمنى لكم عطلة سعيدة وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد على الجميع وبتنسوش إنه محاضراتكم ودراساتكم والدراسة اللي بتدرسوها هي كلها مأجورة يعني كلها أجر يعني
هي مش إنه أنا بس إني أصلي وأصوم وأتصدق بالعشر أيام هذول، برضو كمان الدراسة اللي بتدرسوها على المناعة هي كلها مأجورة إن شاء الله، لأنه أنتوا قاعدين بتتعلموا والعلم هذا طبعاً، أنتوا طبعاً بالذات يعني علمكم سامي يعني أنتوا أطباء يعني، كل هذا العلم اللي بتتعلموه والساعات اللي بتدرسوها ما تعتبروها أنها هي تضييع لهاي الأيام، وإنه من الحضر حالنا ومناش ندرس، فهي كلها لها أجر يعني زيها زي العمال الثانية إن شاء الله. أجركم مقبول وعيد سعيد على الجميع. وإذا في أي استفسارات أنا مستعدة. ما في عاد اليوم لا بدك بكرة كمان؟ لا بسأل دكتور. لا بكرة ماشي. بكرة عطلة رسمية للأحد القادم إن شاء الله، نرجع المحاضرات بشكل طبيعي، ترجع 10 و12 اليوم ما في إعادة إن شاء الله. وإذا في أي أسئلة أنا مستعدة. ما في؟ كل عام وانتم بخير، السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك.